الشاب ذو 24 عاما، طالب جامعي ورياضي طموح، يهتم كثيرا ببناء جسمه ولياقته، يحب اللقاء بأصدقائه، يحب الهرولة كل صباح، وبطبيعة الحال يحب نفسه. نعم، ربيع شاب مسلم يصلي والحمد لله، يصلي جميع الصلوات في أوقاتها، يصلي ليحظى بمغفرة الله تعالى ورحمته. ربيع يفعل ذلك لأنه ليس شخصا كاملا. It's been so long, I actually can't wait to see you. Yeah, inshallah. مثل الكثير من المسلمين، ربيع لديه أخطاء. No, are you serious? Just, I'm not hanging up. ربيع يقول ويفعل أشياء يجب ألا يفعلها. كل نفس ذائقة الموت. سأفتقد ربيع بلا شك، لقد ذهب قبل قليل، لم يكن هذا متوقعا. أقصد أن الموت لم يقدم له بمقدمات أو أي شيء من هذا القبيل، لكن أظن أن هذه هي الحياة، هي هكذا دائما تأتي ثم تنتهي بسرعة. هل كل شيء سينتهي تماما حين يموت الإنسان؟ اليوم سنذهب برحلة إلى الدار الآخرة. يقال أنت تعيش حياة واحدة، وفي الحقيقة ليست هذه هي قضيتنا. كل شيء كنا نظنه انتهى لم ينتهي بعد. كل شيء فعله ربيع سيحدد مصيره في الآخرة. ربيع يعرف ذلك، ولكنه يتمنى أن لو استطاع أن يعود خطوات للوراء. ربيع يريد أن يغير بعض الأشياء. You know it's haram. Please turn it off. Please. ربيع يريد أن يصلح بعض عاداته السيئة التي سبق أن وقع بها. ربيع يعلم أنه سيحاسب حول ما فعل ببدنه. وأيضا يتمنى أن لو أمضى وقتا أطول في إتقان أعمال تنفعه أكثر في المستقبل. وتمنى أيضا لو أمضى وقتا أطول في الصلاة والدعاء. يتمنى أيضا ألا ينهي صلاته بسرعة في كل الأوقات. وبطبيعة الحال ربيع يتمنى لو كان أقوى في الانتصار على نزواته وشهواته. ربيع يتمنى أنه لم ينهي حياته مصرا على المعاصي. وعندما مات أدرك أنه سيقابل الله تعالى. كل المحادثات التي أجراها، كل السجائر التي تناولها، كل الصلوات التي استعجل بها، كل الأوقات التي صرفها في الاستماع للموسيقى، كلها ستكون مكشوفة. هذه لم تكن نهاية ربيع، بل كانت البداية.